مصلحة الهجرة السويدية تصدر موقفا قانونيا جديدا بخصوص إقامات العمل، ينص على أنه في حال تم رفض منح العامل الأجنبي إقامة دائمة بعد مرور 4 سنوات على إقامة عمله، فإنه يتوجب عليه مغادرة السويد، ولا يحق له بالتالي التقديم على إقامة عمل جديدة إلا بعد مرور 7 سنوات على أول تصريح عمل أخذه من المصلحة. المحكمة العليا السويدية تقول إنها لن تدرس قضية مطالبة والد أحد ضحايا هجوم نيسان إبريل 2017 وسط ستوكهولم بتعويضات لما لحق به من أضرار نتيجة وفاة ابنته. الوالد كان طالب بدفع 100,000 كرون تعويضاً عن ذلك. انطلاق الانتخابات الأوروبية اليوم الخميس، وذلك في كل من هولندا والمملكة المتحدة، على أن يشمل الأمر باقي دول الاتحاد يومي السبت والأحد. استطلاعات الرأي ترجح فوز الأحزاب المشاككة بالاتحاد الأوروبي والوحدة الأوروبية. توقعات بأن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي استقالتها من منصبها يوم الجمعة. مي كانت فشلت في تمرير تعديلات اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالبريكزيت، ما قد يضع البلاد في أزمة سياسية.